برضو السؤال لسيادة النائب أحمد بدوي، رأي حضرتك أو تقييمك لوزير السياحة الحالي، وهل حضرتك مع دمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران المدني ولا لا؟ خلينا أكد لحضرتك أحمد بيه، طبعا أنا عارف هو وكيل لجنة السياحة وحبيب وزير السياحة، لكنه صريح طبعا وواضح وتحدث عن الظروف الاقتصادية والوضع السياسي. يمكن أنا وكلنا عارفين أن ده أصعب مرحلة سياسية في تاريخ مصر. أكيد طبعا. ولكن أنا شايف أن وزير السياحة الحالي لم يقدم، يا فندم احنا كلنا مؤمنين ومقتنعين أن الوضع أصعب مما نتخيل، ولكن فين الفكر؟ وفين الرؤى الجديدة؟ فين الأفكار اللي خارج الصندوق؟ معلش يا فندم، احنا هو قاعد وزير، أنا قاعد، ما ينفعش يا فندم أعلق شماعة، أنا عندي مشكلة، أنا عندي أزمة، وكل ما أطلع في الإعلام أقول أنا عندي أمام وضع اقتصادي صعب، الدول بتحارب فينا، فين دورك؟ فين تنسيقك مع السفارات في الدول؟ فين تنسيقك مع سفارة روسيا؟ وفين تنسيقك مع السفارات الأخرى في الدول الأخرى؟ احنا كنا في شرم الشيخ وحضرتك كنت معانا أحمد بيه خلال الشهور اللي فاتت. لا احنا أنا سافرت يمكن أكتر من 12 دولة خلال الفترة اللي فاتت. لا مصر أجمل دولة في العالم، معلش يا فندم. فعلا أنا كنت حضرتك مسافر بولندا، فنزلنا ترانزيت اسطنبول، مطار اسطنبول، حصل انفجار واحنا في مطار اسطنبول في احدى المناطق. حضرتك كملنا سفرنا لبولندا ورجعنا بعد 3 ايام لقينا السياحه ولا كان في شيء، رغم ان الحرب شرسه من قبل تركيا على مصر ومن قبل قطر على مصر، لكن ما حسيتوش بيها كسياح موجودين. لا كسايح موجود في المطار للامانه لم اشعر بيها. المفروض يا فندم لازم يكون في فكر شويه خارج الصندوق. لا احنا ملتزمين سوري انا اسف في اللفظ، بفكر هو عقيم، بنعلق شماعه، انا عندي الوضع الاقتصادي صعب، انا عندي مصر بتتحارب من الدول. لا انت ليك دور كوزير سياحه. لم ارى وزير السياحه يطلع او طلع في مؤتمر صحفي واكد وقال اليه او حل المشكله خلال الفتره اللي جايه ايه. ده حتى مش عارف يصارح الناس، حتى السياحه الدينيه عندنا أزمة فيها دلوقتي والجميع بيتحدث عنها. فأنا رأيي كنائب في البرلمان أن تغيير حقيبة وزارة السياحة مطلوبة، من الوزارات اللي محتاجة تغيير خلال التشكيل القادم. أما بالنسبة لدمج وزارة السياحة مع الطيران، أتفق مع أحمد بيه، طبعا صعب جدا، لأن وزارة الطيران دي وزارة فيها عبء كبير، فيها مسؤوليات جامدة جدا ومسؤوليات كبيرة، لابد أن تكون حقيبة وزارية لوحدها. ولكن من الممكن، وده طرح وتم اقتراحه، أن يكون في دمج ما بين وزارة السياحة والآثار، لكن دمج وزارة السياحة مع الآثار ولكن ليس الطيران المدني. لا لم يقترح تماما على مجلس النواب أن دمج وزارة الطيران مع وزارة السياحة. اللي ذكر بالفعل وقيل وطرح دمج وزارة السياحة مع وزارة الآثار، وأعتقد ده برضو مش هيتم، لأن خلاص التشكيل الوزاري قادم، يمكن نهاية هذا الأسبوع القادم هيبقى عندنا تشكيل وزاري هيعرض على مجلس النواب في نهاية هذا الأسبوع. طيب